في هذا الدرس إن شاء الله سأقوم بكيفية تنصيب أو تسطيب ويندوز 7. طبعا يعني الناس لازم تركز معايا في تسطيب ويندوز 7، لأن إيه تقريبا يعني ربما نفس الخطوات، يعني الاختلاف ربما حاجات بسيطة جدا. عشان لا تعلم ويندوز 7 بعد كده عمالين نشرح تسطيب ويندوز 8 فيديو، هتبقى العملية سهلة على اللي نزل 7 قبل كده. اول حاجه طبعا هنحط الاسطوانه في السي دي، وبعدين نشغل الجهاز، وبعدين نحط الاسطوانه في الدي في دي. اول ما نحط الاسطوانه، اول ما تظهر لنا الرساله اللي قدامنا دي اللي هي بريس ان كي تو بوت فروم سي دي اور دي في دي، نفس التنزيل بالظبط في اكس بي، او نفس الرساله اللي بتظهر بس هناك بريس ان كي تو بوت سي دي، لان الاكس بي بتبقى على سي دي لان مساحتها بتتعداش 700 ميجا، بينما السيفن بتكون على الصوانة دي في دي عشان مساحتها بتبقى كبيرة شوية، يعني على حسب النسخة اذا كانت 32 او 64 بت. في كلتا الحالتين هي بتعدي الاتنين جيجا او 2.5 جيجا. اول ما تظهر الرسالة ديت زي ما واضح هنضغط برضو اي زرار في لوحة الايه، في لوحة المفاتيح. اول ما نضغط زرار في لوحة المفاتيح هتظهر لنا الرسالة اللي قدام ديت اللي هي ويندوز از لودينج فايل، هنصبر عليها ونستنى لحديت ما يظهر لنا خيارات اللغة. طبعا للتوضيح عشان في ناس بس بتغلط في الحتة دي، language to install، language to install يعني اللغة المثبتة. اللغة المثبتة ازاي؟ يعني اللغة اللي هيكون الجهاز بتاعك بيها بعد ما تنزل القوائم نفسها. فطبعا ديت بتسيبها انجليزي عشان النسخة تنزل انجليزي. في ناس بتختار ديت عربي، فبعد ما ينزل النسخة او ما ويندوز 7 يكمل يتفاجأ ان النسخة من جوه بالعربي. هي نعم ممكن تتعدل من الكنترول بانل وكده، بس يفضل ان انت تسيبها من الاول باللغة بتاعتها اللي هي الانجليش اللي فوق دي، language to install اللي الماوس عليها بتسيبها انجليش زي ما هي. طيب هنيجي على التايم اند كرنسي فورمات انجليش يونايتد ستيتس، ديت هتخليها عربي ايجيبت او ارابيك سعودي ارابيا على حسب المنطقه اللي انت فيها. طبعا انا بتكلم هنا ان احنا هنا في مصر، بنخليها ارابيك ايجيبت. وكيبورد او انبوت ميثود ديت هنخليها يو اس زي ما هي، يبقى انت بتغير التانية بس الوسطانيه بس. طب ليه هنسيب التالتة دي زي ما هي؟ عشان تبقى اللغه الافتراضيه بتاعه الكيبورد بتاعتك انجليزي. اللغه الافتراضيه يعني ايه؟ يعني مجرد ما انت تفتح الجهاز يبقى عملية تكتب أي حاجة، سواء لو عامل باسورد على الجهاز أو تبقى اللغة الافتراضية إنجليزي. لو خليت دي عربي، لو أنت جيت عملت باسورد وأنت عامل باسورد إنجليزي، هتضطر إن أنت كل عما تدخل على النسخة عشان تعمل تكتب الباسورد بتاع النسخة، لو أنت عامل باسورد لو أنت كاتبه إنجليزي هتضطر إن أنت تضغط ألت وشيفت شمال عشان تحول اللغة الإنجليزي الأول. فأنت يفضل أنت تسيبها إنجليزي على حسب ما الناس متعودة يعني. تمام، يبقى انت في الخلفيه ديت بتغير الايه التانية بس اللي هي تايم اند كرنسي فورمات بتخليها عربيك ايجيبت. طب بالنسبه للانجويج تو انستول، لو الناس بتحب العربي تنزل نسخه عربيه يعني عادي، الناس اللي في السعوديه بالذات بيكونوا متعودين النسخه تكون عربي معاهم يعني. بعد ما تختار هتضطر تستنى، هتجي لك الشاشه اللي قدامنا ديت اللي هي انستول ناو، هتضغط عليها زي ما انا معلم لك بالسهم الاحمر. بعدين هتستنى تظهر لك الرسالة اللي قدامنا ديت اللي هي ايه الاتفاقية، هتضغط على I accept the license terms، هتحط هنا علامة صح بالماوس، او لو معكش ماوس بتضغط على المسطرة وبعدين تضغط next من هنا. بعدين هتيجي على هنا، طبعا ما تضغطش upgrade لان في ناس بتضغط على upgrade. upgrade ديت يعني انت بتحدث فوق نسخة تانية موجودة، ودي هتعمل لك مشكلة. انت دلوقتي احنا عايزين نفرمت وننزل نسخة تانية من جديد عشان لو في فيروس في اي حاجة فبننزل نسخة جديدة خالص. فعشان كده هنضغط على كاستم ادفانسد اللي هو الاختيار اللي تحت دوت، هتنزل عليه بالسهم اللي تحت وتضغط انتر، او بالماوس هتضغط عليه ضغطة شمال. بعد ما تضغط عليه هيظهر لنا اللي قدامنا دوت. هنا وصلنا للبارتيشنات، تمام. عما نوصل للبارتيشنات ادي هنا مساحة العرض الكلية 30 جيجا، تمام. فانت قدامك الخيارات اللي موجودة قدامك، في عندك فورمات وفي عندك نيو وفي عندك ديليت.
طبعا فورمات وديليت الاتنين مش مفعلين لحديت ما تبدأ ان انت تقسم كده الهارد. اول ما تشوف كده قدامك تعرف ان هو مش متقسم، هتعمل نيو وتعمل تسيب السيب المساحة الكلية بتاعته، او انك هتعمل مثلا 10 جيجا او 12 جيجا للنسخة وتسيب الباقي ايه للهارد. فطبعا الناس في الغالب بيبقى هارداتها متقسمة اصلا لانه بينزل نسخة جديدة، فهو بيختار السي فقط، السي فقط يعني اختار بارتيشن السي من هنا ويعمل له فورمات وبعدين يضغط نيكست. لما يضغط نيكست هتظهر له الصورة اللي قدام ديت، هيبدأ بقى ينسخ الملفات وكده، وهنضطر نستنى الجهاز هيخلص ويعمل الريستارت الأول، وبعد ما يعمل الريستارت الأول هيدخل ياخد المرحلة التانية. كل ده احنا مش هنلمس حاجة، احنا بعد الخطوة دي يعني بعد ما نختار البارتيشن السي ونضغط نيكست نستنى خالص اما الجهاز يخلص لحديت ما يخش وخلص المرحلة الأولى ويدي ستوب ويل كونتينيو افتر ستارتنج. هتظهر لنا الرسالة دي بقى بعد ما يخلص المرة التانية هيظهر لنا الايه ستوب از بريبيرينج يور كمبيوتر فور فيرست يوز. دي أول مرة بس بتظهر لك الرسالة دي، يعني هو بيقولك بيجهزك الجهاز بتاعك لأول مرة جهاز يفتح فيها بعد النسخة. هتظهر لك طبعا الرسالة ديت اللي فيها اليوزر نيم، هتكتب أي يوزر أنت عايزه هنا ماشي، مثلا احمد او احمد ايمن او ايا كان الاسم اللي انت عايز تكتبه، وبعدين هتضغط نيكست من هنا تمام. هتظهر لنا لو انت عايز تعمل باسورد، مش عايز تعمل باسورد بس بقى فاضي باسورد، لو عملت هنا باسورد يعني هتعمل باسورد لدخول الجهاز نفسه، يعني اللي يدخل الجهاز بعد كده لازم يدخل باسورد ده. لو انت سبتها فاضيه وضغطت نيكست على طول مش هيظهر لك الباسورد في الاول، هيدخل على سطح المكتب اوتوماتيك. وبعدين بتيجي هنا بتعلم على اول واحده اللي هي يوز ريكومندد سيتنجز، يعني سيب الاعدادات الافتراضيه زي ما هي تمام، وبعدين هتضغط نيكست، وبعدين هتستنى تقريبا لبضع ثواني وهتلاقي زي ما انت شايف كده الصوره اللي قدامك ماشي، ان سطح المكتب ظهر قدامك، وادي كده النسخه جديده خالص نسخه 7. طبعا هي بتبقى فتحتها برضو زي الاكس بي البروفيشنال برضه، بتلاقي عندك هي ريسايكل.